تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقد أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفر الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد لهم من النماء والازدهار.